السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم عاطف من موقع صدى البلد الإخباري. النهاردة جايين هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ليه تشتري عربية كهربية. في البداية لما نيجي نتكلم عن ليه تشتري عربية كهربائية في مصر، لازم نبقى عارفين ان العربية الكهربائية زيرو اعطال وزيرو صيانة وتكلفتها قليلة جدا، بتوفر اكتر من 70% من تكاليف ما بعد البيع مقارنة بالسيارات التقليدية العاملة بالبنزين. لو هنحسب حسبة بسيطة، لتر البنزين الـ 92 بيكلفنا 7.25 جنيه، هنحط 5 لتر يومين بتمشينا متوسط 50 كيلو، يعني بـ 37 جنيه في اليوم، في 30 يوم بـ 1110، في 12 شهر بـ 13300 جنيه سنوياً. ولازم نبقى عارفين إن في أكتر من 400 محطة شحن متوفرة على مستوى الجمهورية دلوقتي، بتسمى محطات شحن DS أو شحن السريع، وبتستغرق حوالي 30 دقيقة في الشحنة الكاملة ومعظمها مجانية. أما لو هتشحنها في الشاحن المنزلي على التيار الكهربائي العادي 220 فولت، ساعتها الشحنة هتبتدي معاك من 3 جنيه ل 30 جنيه حسب شريحة الكهرباء اللي حضرتك عليها، وبتستغرق 8 ساعات وهتمشيك مش أقل من 170 كيلو متر. ولازم نبقى عارفين إن لو حطينا العربية تتشحن قبل ما ننام، هنصحى الصبح نلاقيها فصلة لوحدها وشحنة 100%، بالإضافة إن في أبليكيشنات كتير دلوقتي على التليفون المحمول بتعرفك أقرب نقطة شحن ليك إيه. نيجي بقى لصيانة السيارة الكهربائية. صيانة السيارة الكهربائية مقتصرة فقط على العفشة وتغيير زيت الباكم الخاص بالفرامل. ولما نتكلم عن المحرك، السيارة الكهربائية ما فيهاش محرك، فيها انفرتر مكان المحرك، وبيتكون من يونيتات. اليونيت ده لو باظ بيتشال ويتركب مكانه، ده كل اللي فيه. في ناس هتيجي دلوقتي تقول لي مفيش قطع غيار للعربية الكهربائية في مصر، هقول له غلط. العربية الكهربائية اصبحت دلوقتي ليها قطع غيار منتشرة في كل انحاء الجمهورية. ناس تانية هتيجي تتكلم تقول لي مشاكل المسافة بالنسبة للعربات الكهربائية، إنها ما تمشيش مسافات بعيدة، برضو هقول له أنت غلط. العربية الكهربائية دلوقتي اللي بتقطع مسافة أكتر من 170 كيلومتر إلى 200 كيلومتر بيقدر ثمنها ل 240 ألف جنيه إلى 340 ألف جنيه في مصر. أما العربيات الكهربائية اللي بتقطع مسافات كبيرة من 200 كيلومتر إلى 600 كيلومتر، دي بيتراوح ثمنها من 350 ألف جنيه وبتوصل لمليون وربعمائة ألف جنيه، وهي عربيات تسلا. وأنواع كتير أصبحت متواجدة في الأسواق المصرية للعربيات الكهربائية، منها تسلا، فولكس فاجن جولف، كيا سول، فيات 500، شيفورليه سبارك، نيسان ليف، هيونداي يونيك، وهيونداي كونا. وكده يبقى احنا اتكلمنا عن مميزات العربية الكهربائية وليه تشتريها في مصر.